السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا صحاب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. النهارده هنتعلم مع بعض شكل الاطفال الصغيرين خالص لحاجة ممكن تسميهم. هو بيسليني انا شخصيا والله جامد قوي. كل اللي هنحتاجه، هنحتاج بالونتين ايا كان اي لونهم، احمر وازرق مثلا، وبالونتين شفاف او سيلفر. هو اللي عندي الصراحه، اللي عندي سيلفر فانا هستخدم سيلفر، وعادي بس لو في شفاف يبقى افضل طبعا. المهم هننفخ البالونه الحمراء. الشكل النهائي. نجيب البالونة التانية الزرقاء، نفخ برضه نفس الكلام. Two thousand years later. Thank you.
هنجيب بالونة من اللي هم الشفاف أو السيلفر اللي معايا، مش حلقة. هناخد بالونة في الآخر 70 تقريبا، نربط كده، يعني ناخد أي واحدة من الاتنين ندخلها كده. حياة النبي محمد دي اللي هيجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. طيب حياة دينك ينفع الحوارات اللي انت بتعملها كلها دي؟ لا ما ينفعش. طب لما ما لما يا ما ينفعش حد 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 ادعي هيد من الاول كده. بسم الله، يا حالتنا صبايعنا اللي جوه كده. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. ما نجم الاول انفخ واحده تاني. بسم الله، نربط البالونة. احمدك يا رب. نجيب بالونة تانية. ننفخ. صباعنا كده المفروض تقطع اقطعي بقى. الحمد لله الحمد لله. ناخد بالونه الثانيه. سمعنا كده اللي هو اتحرك يطلع كده، سايبين على طول كده، نروح ماسكين دي ربطينها 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 كده يا رب. ايوه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد ال ايه ده؟ فين؟ تعالي في ايه بتعملي ايه تحت؟ بعد ما عملنا كده نمسك الاثنين دول. هنا هنا لونه صغيره كده، هنا نفس الكلام. الفون خلاص بالشكل ده كده، نلف دول صداع معايا. نكون عملنا الشكل بتاعنا مسلي قوي والله. لا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. كل جديد، انا اسف، كل جديد. بحبكم جدا. سلام. ما تعمل لايك وسبسكرايب. انت بتزعط. طب مش عامل